وابل من الصواريخ يستهدف مطار حماه العسكري في أخبارنا لهذا اليوم. مساء الخير. قصفت فصائل المعارضة مواقع قوات النظام داخل مطار حماه العسكري بصواريخ محلية الصنع. وقال مراسل وكالة قاسيون أن الصواريخ دمرت مستودعا للأسلحة شرق المطار. استهدفت فصائل المعارضة رتلا لعناصر من النظام أثناء انسحابهم من بلدة كفر مبودة بريف حماه الشمالي. وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة إيباء التابعة لهيئة تحرير الشام لحظة هروب العناصر من البلدة التي سيطرت عليها المعارضة لاحقا. نزح أكثر من 200 ألف شخص خلال أسبوعين من أرياف حماه وإدلب عقب الحملة الروسية على المنطقة. وقالت الأمم المتحدة أن عدد النازحين الإجمالي ارتفع إلى 240 ألف شخص خلال أقل من شهرين. وعبرت المنظمة الأممية عن قلقها البالغ إزاء استمرار القصف على الشمال السوري. فازت سيدتان سوريتان بجائزتين لأكثر نساء إبداعا في أوروبا. وحازت المهندسة السورية لين صائب على لقب أفضل نساء أوروبا في الهندسة والإنشاءات لعام 2019 عن فئة التنمية الاقتصادية. كما حصلت المهندسة رامية كعدان على جائزة أفضل امرأة شابة في مجال الإنشاء لتكونان من الخمسة الأوائل في القارة العجوز. قرر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي دخول عالم الموضة للحاق بمنافسه كريستيانو رونالدو. وذكرت صحيفة ديبورتيفو الإسبانية أن ميسي قرر إنشاء مجموعة من الملابس الحصرية التي تحمل علامته التجارية. وأشارت الصحيفة إلى أن أول دفعة من الملابس سيتم إنتاجها في شهر تموز يوليو المقبل. كانت هذه أخبارنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع وكالة قاسيون على شبكة الإنترنت. نراكم مساء الغد في أمان الله.